تفاجأت اليوم ما كان حتى مناسبة، ما كان حتى شيء، نقرأ في أحد صحف صحافة بودورو: الجزائر والسعودية فاق بعيدة المدى، السعودية راهي اعترفت بالجزائر وكذا، والجزائر السعودية واحد كلام يعني بعد شهرين فقط من تقلد الرئيس عبد الرحمن بن مجد تبون مقاليد الحكم في البلاد عقب انتخابات 12 ديسمبر، أجرى في نهاية فيفري أول زيارة رسمية للخارج، ولم يكن الأمر اعتباطيا باختيار المملكة العربية السعودية. يعني أول زيارة ديالو ديال السعودية، أول رئيس جزائري يمشي للسعودية في زيارة رسمية أولى ليه، هو مشى السعودية. وحاطين يعني الاخر السعوديه وما السعوديه، بعد يجي يقول لك السعوديه عانت من اجل استقلال الجزائر والرئيس تبون يستذكر الخير. تبون يستذكر الخير، السعوديه عانت من اجل استقلال الجزائر، شنو هذا الشيء هذا؟ واش دارت السعودية من استقلالها؟ فتحت أراضيها للثورة الجزائرية، فتحت أراضيها لمراكز تدريب الجيش التحرير، أعطت أولادها باش ماتوا من أجل تحرير الجزائر، كان السلاح يدخل على البحار ديالها باش يدخل للثوار الجزائريين. البلاد اللي كانت فاتحه بلاد ارضها وفاتحه مراكز تدريب وعاطيه اولادها، اليوم راهي عدوه. دونك تبوني عبيدي يقول ده باللي راهو يستذكر خير السعوديه، اما خير اللي اولاده ماتوا من اجلك ورفضوا السلاح باش يحرروا يساهموا في تحرير الجزائر، لا. واللي كانت يعني جهاز المخابرات تكون عند العدو تاع اليوم، لي زوم غرونوي تاع البحريه، هذوك الغطاسين تاع البحريه، الغواصين هذوك تكونوا عند العدو تاع اليوم. هذاك البحر اللي قتلوا فيه زوج شبان اليوم، هذاك البحر كان يمروا منه البابر اللي يجيب السلاح باش يدخل الجزائر من الناظور من المغرب. اليوم مازال في بني نصر ناظور دار الحموتي محمد الله يرحمه، مازال ولاده مخليين هذيك الفيلا اللي كانوا مسخرينها للثورة الجزائرية، ما همش مستغلينها، ما همش ساكنينها، ما همش مخلينها كآثار. يجي تبون يتكلم يقول لك يستذكر الخير تاع السعودية. يا حاجة اللي لازم الناس تفهموا علاش هذا التملق، لأن السعودية راهي واقفة شوكة في حلق العصابة الحاكمة في الجزائر. أولا مشى مع المغرب في قضية الصحراء، ثانيا في الجامعة العربية دمرت العصابة الحاكمة، ما خلتهاش تسجل الانتصارات اللي كانت باغيتها في قمة الجزائر، حبوا يدخلوا سوريا من قبل الجزائر قدم ولو ما خلوا حتى واحد من دول الخليج يحضر القمة بما فيهم السعوديين. ولما القمة انعقد في السعودية بعثوا له وزير خارجية قالوا تبون ما تجيش، الناس تمشي تعرض، هو يقول له لا ماكش معروف، وجو اليوم يتملقوا لهم وعندهم سمانة يسبوا في الإمارات. الإمارات أصدقاء سعودية، هم أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وعند الخليجيين ماشي كيما عند العصابة
سب لي خويا راك سبيتني. داير حتى البلاغ اللي داروه بيان داروه عنده اكثر من عام يقولوا ونشوف راه في الخارج يقول اي مجلس تعاون خارجي يقول لك اي مساس بالوحده الترابيه المغربيه راهو اعتداء علينا احنا. فما بالك لما تجي انت تعتدي ولا تحب تعادي دوله من دول الخليج. الغيطه هذه والشيده هذه ما عندها حتى نتيجة، بالعكس تفضح العصابة في أنها ما تعرفش تمارس الدبلوماسية. داير راهي من نكبة لنكبة، من نكبة لنكبة، ما عندك منزل. تملق بدون نتيجة، هذا هو. Shut up, boy!